هي جت ولا ايه؟ الله الله الله، ايه الزباين اللي بيجروا دول؟ خدوا سندوتشات ما دفعوش ثمنها ولا ايه؟ شفتها يا استاذ عادل؟ شفتها؟ شفت ايه يالا؟ طب هي سودا ولا بني؟ كبيره ولا صغيره؟ على شكل معزه ولا شكل خروف؟ ولا على شكل معزه ولا شكل خروف؟ ايه كميه الاغنام اللي انت دخلت فيها دي يا ابني؟ هي ايه دي يا ابني؟ ايه ده؟ يعني انت ما شفتهاش وانت جاي؟ السلعوه يا استاذ دول يا ابني. سلعوه ايه يا ابني؟ دي اشاعات، اكيد اللي مطلعها واحد مثلا خايف من حماته انها تيجي تزوره على فجاه وتتغدى عنده. اشاعات يا استاذ عادل، اشاعات ايه؟ ثم الناس هتطلع اشاعات زي دي بقى ليه؟ عشان يخوفوا الناس الجبن اللي زيكم يا اهبل انت وهو. يا استاذ دوله، يا استاذ دوله، دول بيقولوا انها موجوده بره، وهات يا مزق وهات يا عض وهات يا سلخ. انا خايف. ياد ما تخافش يا. لا انا خايف. ياد ما تخافش يا، ما هما نفس البقين الحمضانين بتوع السنه. هات يا مزق وهات يا اجري يلا روح شوف شغلك انت وهو. يلا يلا. ماشي ماشي. واحد حلاوه بالبيض وواحد فول بالمانجا وواحد ديناميت بالسلعوه. السلعوه السلعوه خلاص انا شبعت. خد يا كابتن. طب خد فلوسك. طيب يا كابتن، يا دي السلعوه اللي رعب الناس، كل ده من الاشعاع، كل واحد يقول لك الحق انا في سلعوه. ايه القهوه اللي مش شماعه بالكراسي دي؟ انا سعداوي، وكان في هنا خناقه يا ابني ولا ايه؟ سعداوي انت فين يالا؟ يالا سعداوي، مين برا؟ انا جوه يا ابني. انت اللي برا، انت فين يا ابني؟ انا هنا. انا اللي هنا، انت فين؟ اظهر وبان عليك الامان. استاذ عادل، استاذ عادل، انا افتكرتك السعلوه. سعلوه؟ قلبتها اسمها سلعوه يا ابني. وبعدين السلعوه يعني هتتكلم وتقول لك انا سعداوي انت فين؟ استاذ عادل، اصل انا سمعت ان هي بتحب تاكل لحم القصيرين، وكمان استاذ عادل بيقولوا ان هي لو كانت 10 رجاله هتتحول لبني ادم زينا وتندح علينا كده وتقول انا سعداوي. يا سلام، ده ايه الافلام الامريكان اللي انت بتتفرج عليها دي يا ابني؟ مفيش كلام من ده، كل دي اشاعات يا ابني. اشاعات ايه بس يا استاذ عادل؟ طب والناس هتطلع اشاعات ليه؟ بيعملوا حرب نفسيه. حرب نفسيه؟ يعني ايه حرب نفسيه دي يا استاذ عادل؟ حرب نفسيه دي عباره عن يعني عارف، بيبقى في حرب بين الواحد ونفسه، يعني تلاقي نفسه بتقول له حاجه وهو بيحاربها لو كده يعني. اهبل يا اهبل. فهمت يا استاذ عادل. يلا روح اعمل لي كوبايه شاي بس عشان الحق بقى اروح بسرعه. حاضر حاضر. انت سمعت اللي انا سمعته؟ انا ما سمعت بس ما سمعتش. لا لا، يعني دي ما هي دي بقى الحرب النفسيه، يعني الواحد بيتهيأ له حاجات وكده يعني. روح بسرعه اعمل لي كوبايه الحلب عشان اسيب الزباين عنهم. يلا. ايه الصوت ده؟ مش عارف مش عارف، دي اكيد يلا تهيؤات مش صوت ولا حاجه. سك على القرفة يا لسك على القرفة، سك على القرفة بسرعة. تعالى سخف 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 سخف. انت نزلت قوي ساكت كده ليه؟ ادي فجأة الوصل.